تتوزع فيها أكثر من 38 ساحة استحداث ساحات جديدة. جمعة معارضي النظام سميت جمعة الحرية للمعتقلين، ركزت في هتافاتها وفي خطبة الجمعة على من تصفهم ومن يصفهم معارضو النظام للمعتقلين بالسجون السرية منذ أشهر على خلفية مواقفهم المؤيدة للانتفاضة ضد النظام. هناك اتهامات بوجود سجون سرية يعذب فيها المعتقلون بشكل غير إنساني. هناك أيضا تأكيد على الحصانة في ظل جدل كبير يدور حاليا في اليمن بعد تقدم علي عبد الله صالح بقانون الحصانة ويطالب في مجلس النواب بإقراره، لكن الجدل الدائر حاليا حول هذا القانون قد يؤدي إلى خلافات سياسية متصاعدة، إذ اتهم المعارض للنظام حميد الأحمر اعتراف صالح أو تقديم صالح بإقرار هذا القانون بأنه اعتراف ودليل واضح على أنه ارتكب جرائم بكسب المتظاهرين ولا بد أن يحال إلى التحقيق، ولذلك طالب حميد الأحمر وزارة العدل والنائب العام بالتحقيق الفوري مع الرئيس وكبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين. إذا انتقلنا محمد إلى الجانب الآخر، مؤيدو النظام تجمعوا اليوم في مسجد الصالح بميدان السبعين في العاصمة في إطار ما سموها بجمعة كفاعة بمكتسبات الوطن. هناك نوع من التصعيد السياسي وتصعيد التصعيد في المسيرات عاد إلى المشهد اليمني. عبد الله، ما هي المكتسبات التي يقصدها أنصار الرئيس صالح؟ هو يقصد المكتسبات من المشاريع ومن المؤسسات الدولة، وربما هو طبعا هذه التسمية تقصد أو يعنى بها ثورة طرد الفاسدين من المؤسسات الحكومية من أنصار صالح وقيادات الحزب الحاكم. هناك من علق على هذه التسمية من المعارضين وشباب الانتفاضة بأن من يحدث بمكتسبات اليمن هم أنصار الحزب الحاكم كما يقولون، لكن أيضا ثورة طرد الفاسدين بالفعل تفاعلت بشكل كبير، وبات اليمنيون اليوم كما يقولون يشنون ثمار ثورتهم ويحصلون على نتائج على أرض الواقع بطرد الفاسدين من المؤسسات الحكومية الذين أثروها لعشرات السنوات. هذا وضع يتفاعل يوما بعد آخر، خاصة بعد أن بدأ العنف يواجه تلك الثورة عن طريق جلب مسلحين موالين للقيادات المتهمة بالفساد أو إحالة المنظمين إلى النيابة العامة. شكرا لك عبد الله غراب مراسل بي بي سي. دعا وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي الذي يزور تونس إلى شراكة حقيقية بين البلدين، وأكد دعم بلاده التام للحكومة التونسية الجديدة. جوبي التقى في